ولا كان بيجري جوه يعني، فضربت رجله وجت العربيه خدته. بنرعى غنم. الكلام ده كان في الصحراء قبل براني، وعدد الغنم كان حوالي 100 خروف، وتفجرت فيه اللغمة. ما كنتش يعني نعرف الأرض دي فيها لغمة وما فيهاش، فقالي واحد قال لي المستشفى، وقعدت فيها لمدة شهر ونص. بصيت البت لقيت رجلها مشيلة من حدها، يعني ازاي؟ كده مشيلة كده رجلها. ساعتها جوزي حي خدنا على المستشفى، انا جابوي قال لا ما نقطعوش رجلها، عدا ايه رجلي متفرقعه من هنا ومن هنا ومن هنا كده 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 طق كده فرقعه كده وفرقعه كده الفرق. ابويا وسيادي انا كنت معاهم في زرع هناك، قعدت العب مع اصدقائي. انا جيت العب لقيت انا ما حسبهاش بامبا، ما كنتش فاكره ان هي بامبا. لما جيت شطها كره وبلعب بيها كده بصراحه اتكت في رجلي، وقعدت ما حسيتش بحاجه، قمت لقيت رجلي كده مقطوعه. كل يوم بنحرف في الحته دي، انا نازل المحراب بتاعي فجر فيا لغم. فجر ازاي ساعتها بقى ما نقدرش نقول لك ازاي بقى، ساعه الانفجار ما نقدرش نوصف لك. لا محراث يدوي، لو فجر في مكان زراعي كنت مت، بس هو عشان يدوي عمل كده بس. جنوب السلوم بس هم براني، يعني انت السوق الرئيسي اللي هو مبني عليه الصحراء الغربيه دي بعد ما تروح براني، اللي هو يعتبر المركز الرئيسي. أنا بنحرف برا ونمشي نزرع مع أهلي، فحصلت لي المشكلة دي. حضرت جزء ده في الانفجار هذا، الانفجار هذا وقف حياتي كلها. وقف، هناك بيني أحلام، الأحلام هذه كلها تدمرت بسبب الانفجار هذا.